أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقفوهم بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم إنا
بل جاء بالحق وصدق المرسلين. بل جاء وصدق المرسلين. صدق الله.